اهلا بحضراتكم من جديد. موضوعنا النهارده هيكون عن حي مصر القديمه اللي بيعتبر من الاحياء العريقه والقديمه اللي موجوده في القاهره، ويمكن للسبب ده في مشاكل كتير طبعا ظهرت في مصر القديمه في مختلف المجالات ليها علاقه بقدم هذا الحي. طبعا المسؤولين بيحاولوا في اطار مجهودات كتير ان هم يرتقوا بمصر القديمه وان هم يحلوا المشكلات المتزايده. هنعرف النهارده اكتر عن التطورات اللي بيقوم بيها رئيس الحي في المنطقة وأهم المشاكل اللي بتواجهه وبتواجه أهالي مصر القديمة، وكمان طبعا في انتظار كل اتصالاتكم أي حد من سكان مصر القديمة أو في يعني المنطقة دي أو النطاق ده ممكن يتصل يحكي عن مشكلته من خلال ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو سيادة اللواء محمد مجدي حبيب رئيس حي مصر القديمة والمانيال. صباح الورد يا فندم، منور. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. تحياتي لأهل مصر القديمة وكل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. نبدا بالمشاكل ولا نبدا بالحلول؟ زي ما طب حضرتك الاول يعني وحضرتك رئيس الحي قول لنا ايه المشاكل، ايه اكتر المشاكل اللي محتاجه حلول عاجله؟ طيب هو طبعا زي ما حضراتكم عارفين حي مصر القديمه من احياء يعني من اقدم الاحياء في القاهره ويمكن في الجمهوريه كلها. تقادمت بقى المباني وكانت الخدمات الفتره اللي فاتت الحقيقه كانت قليله شويتين على الحي. أكبر عشوائيات في القاهرة أو في جمهورية مصر العربية متواجدة في حي مصر القديمة. فاحنا حطينا نصب عين. أنا اتشرفت برئاسة الحي في 17/12/2015 وده بالعرف المالي إن كان نص العام المالي 15/16 انتهى. فكان عندنا مشاكل في الإضاءة، في الرصف، في النظافة، في الإزالات للمباني، في تقادم حالة المباني القائمة حتى، والخدمات المقدمة. والخدمات طبعا على اساس النظام القديم ان تقريبا كانت المباني ربع اللي موجود دلوقتي. بالظبط كده. بالظبط. عندنا كمان مشكلة خطيرة جدا اللي هي المساكن المقامة على حواف الجبل، ودي بتمثل خطورة دهمة، وفي لجنة علمية مخصصة بكده يعني منسقين معاها ايه الاولويات في الازالات دي. بتكون شبه موضوع الدويقة بالظبط. نفس المأساة. يعني دي حاجات مخالفة. لا هي أقيمة مخالفة. أقيمة مخالفة وعلى حافة الجبل وبتمثل خطورة دهمة على سكانها. تعتبر عشوائيات يعني. عشوائيات. طب دي هتتعاملوا معاها ازاي بقى؟ دي بنتعامل معاها في اولويات ليها. احنا عندنا منطقتين اللي هي منطقة بطن البقر والمنطقة الثانية بتاعت مصطفى الكردي. فاحنا المحافظه موفره الوحدات السكنيه طبقا لاشتراطات وضوابط اللي بتنطبق عليه الشروط والضوابط بينتقل، بس لنا شرط ان البيت يزال لاخره علشان ما يرجعش ناس تحتله تاني او تشغله تاني ونفضل في نفس المشكله. سياده اللواء، هو سكان العشوائيات دول بيبقوا جايين اصلا منين؟ يعني هل بيبقى نزوح من القرى ولا بيبقوا جايين؟ ده المعظم العام. ده الغالبية العظمى. الغالبية العظمى جايين من القرى. جايين من القرى ومن الصعيد على وجه الخصوص. نتيجة ان القرى يعني القرى دي ما فيهاش خدمات. بالظبط كده، وده اتجاه الدولة ان انا بوفر في المناطق الصعيد والمناطق المحرومة بوفر لهم خدماتهم وبوفر لهم وسائل اعاشتهم وبوفر لهم وفرص عمل وفرص عمل، وده اتجاه الدولة، ده اتجاه الدولة. لكن لازم البيت يزال لحد اخره علشان ما يقعدش شغله تاني ونبتدي في الكرة اللي مش هتخلص. المشكلة ان اللي موجود في منطقة عشوائية بيبني لابنه في نفس المنطقة، يمكن في نفس البيت كمان، فالموضوع ما بيخلصش، بالعكس بيزيد. الأوضة الواحدة فيها أسرتين. بأمراضها الاجتماعية بقى. كنا بنسمع قبل كده سيادة اللواء ان الدولة كانت يعني طول الوقت بتوفر مساكن بديلة لأصحاب العشوائيات وكانوا بيأجروا المساكن دي ويرجعوا للعشوائيات تاني. بالعكس ده كمان ممكن يبيعوها، يعني بيبيعوها بيرجعوا تاني للعشوائيات. جزء كبير منها بيبيع، لكن عشان كده احنا قلنا نزيل البيت لحد اخره قبل ما ينتقل للشقة بتاعته. بالظبط. والحاجة المهمة ما فيش أي إمكانية إن هو لما ينتقل للمسكن الجديد يبقى فيه تعهد مثلا أو شرط إن هو ما يبيعش المكان ده. لكن بيبيع في جزء منهم بيبيع. المشكلة في دي إن أنا كمان عايز قبل ما أنقله أعمل له تطوير للقوى البشرية نفسها. أنسيه حالة العشوائية اللي كان فيها علشان أهله إنه هيروح يعيش في شقة ومجتمع جديد خالص بحاجته، ما ينتقلش بعشوائيته، يبقى أنا كدولة ما عملتش حاجة. وده بيحصل إزاي؟ ده اللي إحنا واخدين فيه دلوقتي. ده اللي احنا واخدين فيه دلوقتي. يعني ده ايه الخطوات اللي حضرتك بتعملها علشان خاطر ده؟ حضرتك بتتكلم في ثقافة. بالظبط كده. التنميه البشريه ده. ده لازم. والحقيقه يعني في الاربع شهور اللي انا توليت فيهم الحي يعني تواصلت مع عده جمعيات لها هذا الاتجاه. لها هذا الاتجاه في التنميه البشريه عشان نغير له سلوكه قبل ما يروح ينقل لي العشوائيه اللي هو عاش فيها، ينقلها لي في المجتمع الجديد بتاعه. انا كدوله ما عملتش حاجه. بالظبط. يبقى انت كانك نقلت غيرت بس مكان العشوائيات. بالظبط. بس دي اصعب مرحله. دي اصعب مرحله، وخصوصا انها كانت فترات طويله عاشوا فيها.
فترات طويلة. كمان عايز أنقله اللي هو تعود أنه يشتغل فيه يبقى قريب منه، زي الخطوة اللي هنعملها دلوقتي اللي هتبتدي من يوم الحد نقل المدابغ. ده بشرى سارة لأهالي مصر القديمة. احنا يوم الحد ان شاء الله في الحي وزارة الصناعة هتتعامل مع المدابغ كمدابغ، وإدارة التسكين في المحافظة هتتعامل مع الوحدات السكنية كوحدات سكنية عندنا ان شاء الله في الحي بإذن مين الله. اللي هيتحمل التكلفة؟ هو احنا شايفين مع حضرتك اهو بعض الصور، لو حضرتك تشرح لنا الصور دي ايه؟ دي رفع مخلفات قمامة بقى. ده السلوك بقى. ده السلوك يعني انا عايز اقول لحضرتك دي مراحل التطوير. دي مراحل التطوير. احنا ابتدينا بشويه حاجات كده يعني. نعمل ايه؟ انا ابتديت بكورنيش وابتديت بالمحاور الرئيسيه، انا لازم اديله احسسه انه فيه جمال واعوده عليه، عينيه تتعود على المنظر كدا. ده بالظبط كده. لازم اخد بايده واعلمه ان فيه، ونتعود مع بعض كلنا ان فيه حاجه خضراء وفي حاجه يعني حضرتك مليفة. ماشي بشكل علمي بالظبط بالظبط. وده الاناره كان بقالنا 6-7 سنين ما اتحطش يمكن خدمة كشاف إنارة واحد في الحي بالكامل. عندنا مناطق أكثر احتياجا زي عين الصيرة وخرطة مبارك بقى واسطبل عنتر وعزبة خرالة والحاجات. ابتدينا بالمناطق الأكثر حيوي. هو في كان بروتوكول موقع. هو في سؤال بعد إذن حضرتك فضل. يعني بطن بقر يعني كل الأسماء برضو لازم تتغير. بالظبط صح بالظبط. يعني استحسان الأسماء مش معبر عن أي حاجة. أيوة مش بتعبر عن أي حاجة. احنا بس منتظرين لما المجالس المحلية تنتخب لازم نغير الأسماء دي بقى. وحتى يعني مثلا ده في كل حتة، يعني مثلا في كفرة هرمز ومش عارفة وعزبة القرود. بالظبط يعني في حاجات في الحقيقة مهينة جدا للإنسان. مهينة. واحنا شعب ما يستاهلش كده. ما يستاهلش كده. واحنا دولة ما تستاهلش. وفي جزيرة الدهب اللي مالهاش علاقة بالدهب ولا بالجزيرة برضه. مش هنعيط على اللبن المسكوت. احنا اولاد بكره والنهارده. صح صح. لازم ناخد مع ايدنا في ايد بعض واحنا اكيد اتعلمنا من اخطائنا. وبالتالي الاولى بقى بصراحه باسامي الشوارع دي شهدائنا، يعني لما كل يعني الشهداء اللي سقطوا من ابناء الجيش والشرطه. بحييكي وبحيي حضرتك. اولى لجنه المسميات اكيد لما المجالس يعني المحليه تنعقد. بالظبط. احنا الفتره الاخرانيه احنا مغير مدرستين باسماء شهداء من بالزبط. عندنا من ولادنا في المانيا. بالظبط. لازم. ده مهم. ودايما في بدايه التغيير بيبقى في شويه زرجنه ولكن مع بعض، ولما يلقاني قدوه قدامه. لا ما تقوليش في حد زعلان ان بطن البقر مش هيبقى اسمه بطن البقر فعلا. لا حول ولا قوه. لكن ان شاء الله باذن الله هناخد في الحسبان مع بعضنا. هنوسع مدركنا هنعترف ان في جمال ولازم ناخد بالزقيات. طب احنا حضرتك طبعا انا مقدره ان بقالك فتره صغيره جدا. 4 شهور. فحضرتك لسه يعني لسه ما تمش تفعيل شق التنميه البشريه. والله احنا بادين. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا عندي مؤسسه من خارج القاهره. من الجيزه. ولاد من جامعه خاصه وسيده فاضله بتقودهم. احنا بندي دروس خصوصيه في كل المدارس عندي في الحي. عندي علشان نبعد عن دائره وشبهه ان في دروس خصوصيه بقى للجامعات الاهليه والقصه دي كلها. لو تشوف الجمال بتاع الولاد والمنتج هيبقى رائع. المنتج ان شاء الله هيبقى رائع. يعني احنا معانا برضه الناس بدات تتصل من مصر القديمه. معانا سوزان. صباح الخير يا سوزان. صباح الخير. اهلا بيكي اتفضلي. انا ساكنه في مدينه البوسطات في مصر القديمه. كنت عايزه بس ابلغ رئيس حي سيادة اللواء انه مدينه البوسطات من المناطق المهمله جدا، بالرغم من ان احنا منطقه جديده وفي وسط الحي. واحنا مشترين الشقق بمبالغ كبيره جدا جدا جدا، يعني مش هقدر اقول عليها، ولو انا ما عنديش مشكله. يعني احنا ساكنين من حوالي من 2008 في البوسطات، ومن قبل كده يعني في المجاوره الثانيه، ودافعين مقدم بس للشقه حوالي 180 الف جنيه من شركه المعادل التنميه والتعمير. حضرتك بتتكلمي تقريبا سعر المتر كام في المنطقه؟ نعم. سعر المتر تقريبا كام في المنطقه دي؟ انا يعني حاليا الاسعار اختلفت خالص عن ساعه ما احنا خدنا. انا مش عارفه حاليا سعر المنطقه كام، سعر المتر كام في المنطقه. لكن هو تقريبا يقدر ب يعني احنا، انا بقول لحضرتك احنا خدنا من 2008. ايوه. المقدم بتاعنا كان 180 الف جنيه، بندفع اقساط في الشهر لمده 25 سنه. القسط 3400 وشويه. مبلغ كبير. لان احنا في المجموعه الحديثه بتاعت العمارات اللي هي في النون. حاليا الاقساط شويه يعني مختلفه، بندفع حوالي 1800 جنيه او 1900 جنيه شهري لمده 25 سنه. المفروض ان المنطقه دي بتتميز بخدمات فظيعه، يعني هي منطقه حلوه جدا. لكن عندنا مشكلتين رئيسيتين. احنا واخدين
المساكن دي من شركة المعادي للتنمية والتعمير. تمام. ماشي. المشكلة الأولانية إنه إحنا يوميا عندنا بتتجمع الزبالة من العمارات كلها، البوابين بياخدوها وبتترمي في وشنا مباشرة، وش العمارات كلها اللي ناحية السنترال لو سيادة اللي هو عارف المنطقة يعني، وبتتحرق يوميا. فاحنا تقريبا بتتحرق الزبالة من الساعة 1 الظهر لغاية تقريبا الساعة 8 بالليل. احنا يوميا التلوث بقى دي بقالها قد ايه يا فندم المشكلة دي؟ المشكلة دي بقالها يعني انا ساكنة من 2008 في المنطقة دي تقريبا متواجده من الفتره دي. طب وحضرتك ما يعني ما تمش ابلاغ اي مسؤول على الحي وقتها؟ الحقيقه احنا كل ما بنبلغ في شركه المعادي وهي باعت خلاص وما لهاش دعوه بينا. يعني ما توجهتوش للرئاسه الحي مش كده؟ نعم فندم. هنا اللي مسؤول عن ده الحي. لا انا طيب صباح الخير يا فندم. طيب حضرتك قولي المشكله الثانيه عشان برضه نرد على كله. انه سياده رئيس الحي موجود وحبينا ان احنا نوصل المشكله دي يعني. طيب. المشكله الثانيه اللي حضرتك اشرت ليها انه احنا يعني احنا من ورا بنبص مباشره على عزه خير الله. بالظبط. فيعني حبينا كتير جدا ان احنا نرجع لشركه المعادي لانه المنطقه كلها تبعها انه هي تعمل لنا سور، لانه بالليل بينزل الناس من عزبه خير الله احيانا بنلاقي بلطجيه كتير. انا ساكنه من ورا على العزبه مباشره في المجموعه بتاعت العمارات اللي هي النون. تمام. فاحنا بالليل بنلاقي كتير طبعا المنطقه ناس نازله، اطفال شوارع وبلطجيه. فانتوا عايزين زي منطقه فاصله، تواجد امني. نعم. او منطقه حتى فاصله يعني كاجراء امني. بالظبط كده يعني. شكرا. المفروض انه ده من حقنا لانه احنا واخدين الشقق باسعار عاليه جدا. شكرا يا استاذ زيزان. طبعا المعادي ملهاش علاقه بالموضوع خالص. طبعا من حقكم طبعا كمنطقه سكنيه، طبعا من حقكم ان يبقى في اجراءات امنيه، يبقى في ضمان للامن في المنطقه. صباح الخير المواطنه الكريمه. وهو المشكله دي انا عارفها تماما. هي احنا لسه ما استلمناش المرحله دي من شركه المعادي. لكن انا بقول لحضرتك الموضوع بتاع السور احنا بنحله مع شركه المعادي لان الارض دي تخصهم ملكهم. ما انا كنت لسه يا فندم عايز اسال السؤال ده، هم مش المفروض يكون ده واجبهم يعني الشركه؟ لا زي ما بيقولوا خدمه ما بعد البيع. انا كنت في اجتماع مع السيد رئيس مجلس اداره الشركه الاسبوع اللي فات بالخصوص ده. لان الارض تخصهم وهم اللي بايعين. لكن انا بزف لحضرتك خبر كويس. الاناره انا عارف ان الاناره برضو جوه مدينه الفسطاط مش عاليه. انا بس ابتديت بالاماكن الاكثر احتياجا لان المساكن دي لسه جديده. وهندخل الفسطاط. وكمان كان في عند حضرتك مشكله برضو اللي بتيجي من عند خير الله، الكلاب الضاله. بنقاومها كويس قوي. بس يعني المواطن الكريم الطعوم اللي بتتحط للكلاب الضاله وكده مش لازم يتواجد في مكانه، لكن احنا شغالين فيها. والاناره بقول لحضرتك في خلال 15 يوم على فكره يوم كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده، واحنا كنا ضد ان المحليات تقضي على الكلاب الضاله من خلال القتل او التسميم. بالظبط كده. بالظبط. يعني في اجراءات تانية اللي هو ان هي تتشال وتتنقل في مزارع يعني او ويتم تعقيمهم. بالظبط. الموضوع ما بيننا وبين الطب البيطري والداخليه والبيئه هنطلع بحلول يعني تناسب. بس كان في شكوى من جمعيات حقوق الحيوان ورفق بالحيوان ان هم بيحاولوا يتواصلوا مع الطب البيطري لانه الاساليب الناس الحقيقه موجودين وبيجتهدوا. وهنبتدي نستعين. انا كنت مريت بالتجربه دي وانا رئيس مدينه الغردقه. استعنا بمركز البحوث اللي تابع لوزاره الزراعه. هنجد لها حلول احسن يعني تتناسب مع 2016. بس تكون اكثر انسانيه ورحمه. بالظبط. شتان ما بين مصر القديمه والغردقه بصراحه. في فرق كبير قوي حضرتك اكيد لازم تبقى لمسه يعني. بالظبط. بالظبط. الغردقه مدينه هاديه نظيفه، الناس فيها منضبطه جدا. بالظبط كده. الشوارع منضبطه، مفيش زحمه. المواطن الغردقاوي مؤمن ان راس ماله في النظافه طبعا. سياحه. لا ده سلوك بقى اللي كنا بنتكلم عليه. طبعا. بالظبط. طبعا. بالظبط. لكن انا بطمن مواطننا العزيزه في خلال اسبوعين هنكون ان شاء الله باذن الله، وانا تواصلت مع السيد رئيس مجلس اداره الشركه وهنشوف موضوع للسور ان شاء الله باذن الله. طيب معنا برضو من مصر القديمه استاذ ممدوح. صباح الخير. اهلا. صباح الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. حضرتك شكوتك من ايه؟ انا ساكن حضرتك في الزهراء مصر القديمه. ايوه. وكنت عندي شكوى بالنسبه للرئيس الحي، كان يا ريت يحلها لنا. اتفضل. ان حضرتك في كوبري الزهراء، حضرتك في الطلعه وفي النازله، التاكسيات وموقف السرفيس طبعا قافل طلعه الكوبري. عشان نطلع الكوبري مثلا واحنا نودي المدارس النهارده الصبح الامتحان، طبعا نقعد نص ساعه عشان نطلع الكوبري بنمره واحد. غير كده ان هم عملوا الكوبري مزبله.
تمام. بقى لها قد ايه المشكله دي يا فندم؟ دي المشكله دي بقى لها مثلا سنه او سنتين. على طول سنه. اه طب هل قمتوا يعني هل حضرتك قمت بابلاغ الحي؟ والله قلنا اشتكينا الرئيس الحي السابق اللي قبل كده وهو من سكان منطقه الزهراء وبدون جدوى يعني. طيب تمام. شكرا لحضرتك يا استاذ ممدوح. واتكلم هنا عن مشكلتين. أيوة. مشكله القمامه طبعا ودي مشكله متزايده جدا. لا مش مصر مشكله القديمة. متزايده. هو مين اللي يقول ان انا ارمي رتش مخلفات مباني على كوبري؟ طيب ده انسان العمل يعني بقى. ما هو ما احنا بنشيلها لكن بيبقى فتره الليل المتاخره سوري اللي هو بيبقى بعربيه كارو او حاجه يرمي لي مخلفات مباني ده سلوك يعني لكن بنشيله. اما الموضوع الثاني بتاع الانتظار السرفيس او حضرتك ان شاء الله مع المرور كده هنظبطها ان شاء الله. حاله من الفوضى يعني في حاله من الفوضى العشوائيه. ما تحمليش الحي كل حاجه. في مرور دي مشكله مرور. في انفلات امني ده مشكله داخليه. كلميني على الحاجات اللي تخص الحي. يعني انا عايز اقول لحضرتك في بريف بس عشان مشاهدينا الاعزاء. طب احنا والله فرصه حضرتك برضو تقول بالزبط. الحي متخصص في ايه بالظبط؟ انا يتبعني ادارات تنفيذيه شباب والرياضه التربيه والتعليم الصحه الطب البيطري التموين التضامن الاجتماعي كل ده. تمام. وانا بنوب عن المواطن في مشاكله اللي تخص كل ما هو تحت الارض ميه صرف صحي غاز كهرباء تليفونات. دول ما يتبعنيش دول شركات قطاعات اعمال ولهم وزارات لكن انا بنوب عن السيد المواطن في ان انا احقق له هذا الاتصال عشان يبقى اسرع شويه. بس الفكره كل ما له علاقه بالخدمات تبع الحي. لا. كل ما له علاقه بالجامع القمامه تبع الحي. لا 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 اصحح لحضرتك بقى القمامه لها هيئه نظافه عامه وتجميل القاهره لكن انا اشرف عليه لكن ليست مسؤول يا فندم. حضرتك اشرف عليه يبقى انت المسؤول بعد اذن حضرتك. لا 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 التوجيه خطا. في هيئه اسمها الهيئه العامه لنظافه وتجميل القاهره مع الشركات هي اللي متعاقده مع الشركات والمتعهدين هي اللي بتدير هذه المنظمه. يعني اللي يتصل دلوقتي وعنده مشكله يتصل بينا يتصل بينا يتصل بينا واحنا هننوبه لان احنا بنشرف عليه. احنا بنشرف عليه بتوصلوا الرساله او بتوزعوا المهام على بالظبط كده عندي ناس بتتابعها. لكن النهارده لما يجي عرباجي يرمي راتش مخلفات مباني الساعه 2 من 2 بعد منتصف الليل لحد الفجر على كوبري ده سلوك. عايزين بقى لا يعني في حاجات للحكومه او للجهات التنفيذيه وفي حاجات للمواطن. ايوه يعني نمسك طرفين المشكله. لازم سلوكه يبقى يعني احسن. هل بينقصنا ان احنا يكون في حملات توعيه اعلاميه في السلوكيات دي بقى؟ انه زي الاعلانات اللي بتتعرض كل شويه. اعلام طب بس في رقابه برضه يا فندم يعني ما يعني لازم برضه يبقى في رقابه. يعني حد يقول يا فندم بعد اذن حضرتك ان انا في كوبري مكان القاء مخلفات هو ده سلوك؟ لا طبعا لازم ده يتجاز يعني لازم يبقى يتعاقب. مين يا فندم ان انا هجيب موظف بتاعي الساعه 2 بالليل عشان امسكه من 2 للصبح؟ ما هو مفروض. هل دي تتحل بكاميرات مراقبه بالزبط مثلا؟ بالظبط. او الابلاغ يعني انا ممكن هنسيب رقم التليفون بتاع مركز العمالات بتاعنا مفتوح 24 ساعه بلغني رقم العربيه. بس حضرتك قلت عربيه كارو يعني واحد بعربيه كارو ورمى برضه في زي ده. ما انا يعني انا مش هقعد للساعه من 2 اللي انا لنشاطي من الصبح من الساعه 7. ايه الحلول اللي ممكن حضرتك تطرحها؟ الحلول السلوك بقى يعني يعني على الجانب التنفيذي جانب وعلى المواطن الكريم جانب. يعني مش معقوله كده مش كل حاجه الجهاز التنفيذي يتحملها يعني. طيب يعني طب سرقه الطياره سرقه الطيار الكهربائي من العمدان ماذا؟ دي رقابه. دي رقابه طبعا. طب ما احنا بنراقب بنراقب لكن بيخسر وبيحصل يبقى في جزاءات يبقى في عقوبه يبقى في غرامات عاليه بالزبط. فاللي يعمل ده مره مش هيكرره تاني بالظبط كده بنتابع. طيب هنستاذن حضرتك برضو في استاذه عواطف من القاهره. صباح الورد يا استاذه عواطف. الو استاذه عواطف صباح الخير. اهلا بحضرتك. الو ايوه صباح الورد. صباح الورد. صباح الورد عليكم. اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك كنت واطي التلفزيون. انا في خرطة الشيخ مبارك امام مركز شباب الزهراء. تمام. مشكلة حضرتك ايه؟ كل القمامة والزبالة بتاعت العمارات بيرموها تحت البلكونة عندي. وكان في بيت جنبي مهجور كده يعني مقفول بيرموا جنبه الزبالة والشارع ده ما بيتكنسش خالص صدقني يا سيادة اللواء. طب استاذة عواطف بقالها قد ايه المشكلة دي؟ بقالها صدقيني ان قلت لك 3 شهور او 4 الشارع ده ما بيتكنسش خالص. يجوا ياخدوا الشنط بتاعت الزبالة ويسيبوا اللي هو كله مرمي حوله. وتعالى حضرتك ابعت حد مندوب وشوف الزبالة قد ايه وكراتين حضرتك يعني قولي تاني العنوان فين؟ شارع يعني عمومي شارع محطة المدابغ امام مركز شباب الزهراء.
طيب تمام، شكرا لحضرتك. طيب برضه معنا عشان المشكله دي يا فندم، يعني عملنا كمان ورديه للنظافه ليليه بس مش كبيره، وبرضه بنحاول بقدر الامكان المخرجات اللي، لان توقيتات اخراج المخلفات من المنازل مش واحده، يعني في موظفين فبيخرج مخرجات الصبح، بس دي المفروض تقول لحضرتك بقى لها اربع شهور ما تتحركش من مكانها. انا فاهم، لا لا يعني انا عايز بس اقول ايه، ان بنحاول بقدر الامكان نضبط نفسنا على توقيتات وسلوكيات اهلنا على العموم هو البلاغ بالزبط. وصل لحضرتك بالمكان بالظبط، وحضرتك بقى اكيد هتعمل ان شاء الله باذن الله. طيب معانا كمان استاذ عواطف. لا استاذ احمد. لا استاذ احمد صباح الخير. اهلا بحضرتك، اتفضل. والنبي لو سمحت يعني عايز اتكلم، بس ارجوك ما تقطعيش، خدي ودي معايا. اخد ودي مع حضرتك بس احنا مرتبطين بالوقت، اتفضل. طيب دلوقتي يا فندم انتوا بتجيبوا محافظين وتجيبوا حاجات من الوجه البحري، ليه ما تجيبوش من الصعيد؟ من الصعيد انا بكلمك من الاقصر مثلا، عايز حد تجيب اي مسؤول من الصعيد ومحافظ الاقصر او شكرا ان حضرتك لفت نظرنا للموضوع ده، نجيب ان شاء الله مسؤولين من الصعيد. انا عايز اقول لحضرتك حاجه وللساده المواطنين، احنا بنبتدي نجهز نفسنا دلوقتي لان عقود شركات النظافه اللي في محافظه القاهره تنتهي 2017. ايوه بناخد جهود جباره دلوقتي بنجهز نفسنا علشان ما نفاجئش بهذا التوقيت. ابتدينا نحدث اساطيل الهيئه والمعدات والحاجه دي، ابتدينا نجهز ليها. يعني بس برضه في يعني عايز اقول ايه، لما انا ابقى حاطط صندوق قمامة واتحط لي فيه رتش اللي هو مخلفات ما بين، الصندوق ده مخصص لمخلفات المنازل مش مخصص لمخلفات المباني، ده بيخسرنا. نولع فيه، نحط قمامة ونولع فيه، او يعني مش قادر يعني احط الحاجه في الصندوق فوارمي جنبها، يعني اهلنا يعاونونا شويه، يعاونونا شويه، والناس احنا دوله امكانياتها برضه يعني. طب انا عايز اسال حضرتك، انا عايز اسال حضرتك سؤال ما بين الاثنين كمواطن وكاعلام. يعني انا مثلا لما بسافر بره، مثلا خلينا نقول دوله عربيه مثلا الامارات، بشوف الناس الناس في الشوارع بيكنسوا الشارع، بيغسلوا الارض، يعني الكنسين بيغسلوا الارض كمان بعد ما بيكنسوا بينظفوا بيغسلوها، فالمنظر طبعا في الاخر بتبقى الشوارع بتلمع، كل حاجه بتلمع. كويس قوي. هنا بقى شفت مواطن من هناك بيرمي عقب سجاره في الشارع؟ يعني انا ما لا، الست بقى مشيت ورايا في لندن اديتني عقب السيجاره حطيته في جيبي. طيب انا ما انا عايز اسال حضرتك الاول، هنا بقى هل ده سلوك ناس طبعاً ولا ده شركات نظافه، ده شركات نظافه جامده قويه ماسكه؟ ايه الداعي ان انا احط حاجتي جنب الصندوق؟ طب ما هو الصندوق وانا هلف هشيله، ما تخلينيش افضل الف وادور في حته واحده. بص يا فندم، اديني في وقت تاني علشان احسن لك نوعيه. احنا ما نقدرش ننكر انه احنا فعلا بصفه عامه طبعا، يعني الا من رحم ربي زي ما بيقولوا. طب انا هقول لحضرتك في مشكله، ايه رايك في القاهره في ايام الاجازات؟ بالظبط. يعني مش كده برضو؟ ما هو اكثر نظافه واكثر انضباطا، مش كده برضو؟ طب اقتراحاتك ايه؟ ان احنا برضو اقتراحات ان يعني احنا هنجتهد وهنصحح اخطائنا وبنجتهد وواخدين من حيث انتهى الاخرون، بس برضه ساعدني كمواطن. طيب احنا بننشد برضه فرصه المواطنين، ان احنا بنقول المواطن دايما له حقوق وواجبات، معرفش ليه دايما المواطن بيركز على انه حقوقي فين. طب ما هو انت ليك واجبات تجاه البلد، يعني جزء من انتمائك وحبك للوطن ان حتى وانت سايق عربيتك ما ترميش قمامه من شباك العربيه. يعني احنا بنشوف للاسف عربيات شكلها شيك جدا، وناس المفروض ان شكلهم نظيفه، بص الاقي اللي ترمي كلينكس، اللي ترمي كان، او الولد الصغير يعني مثلا اللي بيضرب الفانوس بتاع الاناره بحجر مثلا، يعني حقيقي يعني حبوا البلد شويه. خلونا نشوف حاجات ثانيه، وبعدين دي فلوسكو، مش انتوا بتدفعوا ضرايب؟ دي فلوسكو. على طيب معانا كمان اتصال استاذ ماهر. استاذ ماهر صباح الخير. صباح الورد، اخباركم ايه؟ الحمد لله، زي حضرتك؟ صباح الورد، وكل سنه وانتم طيبين. اول حاجه وحضرتك طيب، انا بحيي الاستاذ بس بقول له في حاجه اسمها اليه عمل. هو بيشتكي ان الدبابه بتحط فيها مواد البناء، ليه ما عملش كونتينر متر في متر بعجل، واي واحد هيرمي بنا تحت بيته يطلبه من الحي ب 10 جنيه الحي يوديله الكونتينر ده لغايه البيت يرمي فيه الزباله بتاعت البنا والحي يشيلها. في اليات كتير قوي ممكن نعملها، ما نقدرش نتكلم، احنا بقى لنا 50 سنه بنتكلم، ايه الاليات اللي بعملها عشان احافظ على الشارع؟ مفيش. تمام. يعني حضرتك يا استاذ ماهر بتقترح بديل العربيه الكارو، يعني المواطن اللي عنده مخلفات بنا بدل ما يكلم بتاع العربيه الكارو العشوائي ده طيب كونتينر بعجل، في عربيه موتينال جراء بتحطه، جراء صغير تمام، ارمي طيب. كل زباله البنا، وبعد يومين اجي اشيله من قدام المكان.
في اليات كتير ممكن نعملها بس احنا قاعدين تكتير بنتكلم بس. انا عندي مكان في شرم الشيخ انا بنضفه بايدي، تعالوا اتفرجوا كله نضيف. تمام. ما لقيتش حاجات زباله، جبت ايدي الميه الكبيره قطعتها وعملتها زباله. تمام. طيب. شكرا استاذ ماهر. بشكر حضرتك. الخدمه دي متوفره عندنا، يجي يقدم في الحي وانا هبعت له عندنا عربيات مرسيدس 20 طن هبعت الحاجه تتشال واقل من سعر العربيه بره. تمام. الخدمه دي متوفره عندنا. طيب احنا معانا كمان استاذه هدى من مصر القديمه، اكيد برضو ليها شكوى. استاذه هدى صباح الورد. صباح الورد والفل عليكم. اهلا بيكي. كنت بتكلم دلوقتي بس الكنترول هو الاخر المهم، يعني بقول لحضرتك انها سلوكيات مننا مننا احنا. عايز اقول لحضرتك انا قلت الكلام ده قدامي جامع وجنبي مستوصف في شارع المدابر نفسه، سياده اللي هو ممكن يكون عارف، مش عايز اقول لحضرتك ايه اللي محطوط قدامه وايه اللي بترمي. في ناس بتيجي تشيل مرتين وثلاثه في اليوم. نفسي اعرف بتيجي منين الزباله دي. طيب استاذه هدى، فرصه ان حضرتك معانا، واحنا دايما بنقول ان مصر هتتبني بايد اهلها، مش كل حاجه هتبقى على الحكومه وكل حاجه هتبقى على المسؤولين. اقتراحات حضرتك أنا ايه؟ انا ضبطت نفسي الاول وانضف حاجتي. صحيح. هو احنا كنا عايشين ازاي زمان من 30 سنه 40 سنه؟ طيب حضرتك بقى في حبه زباله، هي سلوكيات ناس مش حابه البلد. طب حضرتك تقترحي عشوائي؟ لا، لو حضرتك كنت مسؤوله هتعملي ايه؟ يعني ايه الاقتراحات اللي حضرتك ممكن تقترحيها ونفكر مع بعض؟ انا عارفه الطلب اللي هقوله ده مستحيل شويه وممكن يكون في الامكان في القريب العاجل. تمام. مش عايزه اقول لك ممكن يتحط كاميرات واللي يتصور. انت في مرة زمان كده عمل برنامج كان يصور ناس كده في خان الخليلي او حد، يقول الصوره دي فادت بجائزه معينه. فكان فعلا بيروح يفين جايزه. انا اتصور وانا بحط الحاجه بايدي عشان يعني اقول ايه تتقطع ايدي بعد كده، لو انا ايدي اتقطعت اللي غيري مش هيعمل كده. احنا شايفه ان فكره العقاب ان يبقى في منظومه من العقاب اللي يتجاوز، يبقى في رقابه ويبقى في عقاب للي يتجاوز، لازم يبقى في عقاب علشان يعني تبقى الدنيا منظمه. اعتقد انا بشكر الهان بصراحه، يعني الحقيقه يعني احنا مقدما بنقول احنا بنجتهد وبنتعلم من اخطائنا واحنا بنبتدي من حيث انتهى الاخرون، بس هي يعني حاجه بايدين حمل، انا والمواطن، انا كجهاز تنفيذي والمواطن، وانا قابل يعني احنا قابلين للنصح وقابلين لان احنا نستمع ونجتهد وده كله. اللي عايز اقوله ان مش لوحدنا، مع بعض نمشي، مع بعض نمشي. طب في خطه فعلا يا فندم ان يبقى في كاميرات مراقبه؟ لانه يعني اعتقد انه هتساعد. ابتدينا دلوقتي بالمحاور الرئيسيه وبالتقاطعات الرئيسيه، في غرفه في كاميرات مراقبه متصلة بالغرفة المراقبة الرئيسية في المحافظة ومع إدارة المرور عشان حتى سرقة السيارات. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، ده اللي أنا بقوله، وفر لنا في مكان عشان ندي في مكان تاني. طيب. يعني لما نجمل ونحسن نبتدي زي ما حضرتك قلت بقى، أنزلك بدل ما عربية المية بتنزل والكنس الآلي بتنزل مثلا يوم بعد يوم، أنزلها لك يومي. طيب. لما نتحسن شوية أنزلها لك كل ست ساعات. يبقى كده بقى في اتجاه للتجميل مش بس لان احنا نشيل القناة. ما توقفنيش عند حاجه، انا طيب عمال اتحرك على ضوء اقتراح استاذ ماهر. هل في حاجه في خدمه دلوقتي الحي بيعملها بديله عن العربيه الكارو موجوده اللي بتشيل؟ انا بقول لحضرتك الخدمه دي بس موجوده بس ليه مش منتشره؟ يعني هي لو سعرها فعلا احسن من موجوده يا فندم. لو ان المواطن الكريم جه قدم طلب في الحي قال انا عندي مخرجات بجدد شقتي بالظبط ويديني هاجر له العربيه باللودر اللي هيرفع له الحاجه ارخص من انسان اي حد. ليه الناس ما بتعملش كده؟ ليه ما بقول ما انا بقول ما يعرفوش؟ يعني لا طب في اي رقم تليفون ممكن حضرتك تقول لنا دلوقتي؟ 2 3 2 اسف جدا 2 5 3 2 5 5 4 9. دي بقى بخصوص ايه؟ يعني دي غرفه عمليات الحي مفتوحه 24 ساعه. طيب يبقى احنا بنقول للمشاهدين دلوقتي برضو اللي معاه ورقه وقلم ان غرفه واي شكوى بتيجي بنحطها محل اعتبار. يعني اصل في مرحله من عدم الثقه كانت موجوده كده، لا احنا والله بنهتم باي شكوى حتى اللي بتيجي على وسائل التواصل الاجتماعي بنرد عليها. طيب احنا عايزين نقول الرقم احنا نقوله مره ثانيه بس اسمحوا لنا. استاذ مصطفى مستني معانا على التليفون بقاله شويه. استاذ مصطفى من زهراء مصر القديمه، اهلا بحضرتك. استاذ مصطفى معانا ولا قفل؟ ايوه يا فندم. اهلا بحضرتك، واهم المشاكل اللي بتقابلك او لو عندك اقتراحات. لا حضرتك انا عندي شكوى في الزهراء، احنا في شارع عبد السلام بدر الدين. أيوة. طبعا حضرتك في قهاوي وفي أيوة. الخضرجيه. أيوة. أيوة. عاملين واخدين حيز من صح. الشارع صح. طب ما نقدرش طبعا العربيات ما بتعرفش تمشي صح. والبني ادمين كمان ما بتعرفش تمشي صح. على الرصيف صح. لان العربيات بتمشي طبعا صح. حضرتك في الشارع
نيجي نمشي على الرصيف طبعا المحلات ما عامله شغله عامله اشغالات للاسف يا استاذ مصطفى. الرصيف تاكل من سنين طويله يعني تم الاعتداء على مساحه المواطن يعني ده شغل الحي تمام يعني انا بوعدك كان في برضه بينزلوا كل اسبوع مره او مرتين حضرتك ممكن انت طبعا حضرتك الناس هتتلاشى الكلام ده وهتوسع الشارع. طيب شكرا. بنذكر طيب. طبعا مشاهدينا دلوقتي يبقى معاك ورقه وقلم وهنكتب برضو الرقم ده على الشاشه، هو غرفه العمليات الخاصه بحي مصر القديمه. اي شكوى اي شكوى من الشكاوى حتى اللي بنستقبلها دلوقتي ممكن تتصلوا على هذا الرقم 25325549 25325549. ومعانا استاذ ابراهيم من مصر القديمه. انا برضو المواطن الكريم اوعدك ان في خلال اسبوع هتبقى حمله مكبره مشتركه كده مع شرطه المرافق والاسم. انا عارف الاشغالات على الطرق الحقيقه يعني الناس مش عارفه تمشي فين بالظبط كده، بس ده موضوع قديم لكن ان شاء الله احنا اخدين فيه. يعني عايز اقول ايه، حتى كمان لما يبقى في كشك مرخص وبتنتهي ظروف الرخصه للي كان مرخص له ما بنجددش وهنشيله. يعني احنا دلوقتي في طور ان المخالفات القديمه هناخد معاها اجراءاتنا او واخدين معاها اجراءاتنا والجديده مش هنسمح. لو فكرت حتى تركن قدام كشك يقول لك لا ما تركنش هنا، لو ركنت ممكن يعمل لك مشكله. أنا في العربيه وتلاقيه راح مطلع ثلاجه واثنين وقاعد يتمدد كل اسبوع مثلا كل اسبوع والله يعني كل اسبوع مثلا من طن لطن ونص حدايد اللي هي الاماكن بتاعت السلاسل دي بتتشال وبتتباع. يعني كل اسبوع بجمع حوالي طن طن ونص، مش ممكن يعني يرجع يحط ثاني. يعني الشعب ابهر العالم في الحقيقه. طيب احنا هنقف عند النقطه برضو تليفون تاني. مسامح ابراهيم. ابراهيم استاذ ابراهيم من مصر القديمه، صباح الورد يا استاذ ابراهيم وبنعتذر عن الاطاله معلش. اتفضل يا فندم. مفيش حاجه، اتفضل. كل سنه وحضراتكم طيبين. الاول بس كده، وانا بس كنت عايز اساله على حاجه مهمه جدا بعد اذنك. اتفضل. انا منطقه الفواخير. ايوه تمام. منطقه الفواخير دي احنا كنا او كان جدي بيمتلك مساحه كبيره جدا، وطبعا هو نقله الكلام دوت في منطقه ثانيه. احنا كنا بنمتلك حوالي 1200 متر. المهم الحي خصص لنا مبنى واحد بس من المباني دي، ومع ذلك احنا خلاص اخذنا المبنى دوت وارتضينا بالامر الواقع واخذناه وخلاص، وهو طالع فعلا باسمنا ومفيش اي مشكله. بس انا عايز اعرف التسليم ده هيتم خلال قد ايه، لان احنا بقالنا فتره كبيره جدا في منطقه الفواخير دي وما عرفناش احنا هنستلم امتى او هنقدر نشتغل امتى او هنقدر نتصرف في الحاجات دي. ممكن معانا على الهواء بفضلك؟ ممكن حضرتك تفضل معانا على الهواء؟ انا مع حضرتك. استاذ ابراهيم صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا معلم. مشكور الاساتذه ان احنا المشكله بتاعت الفواخير دي بقى لها قد ايه وايه اللي تم فيها دلوقتي. النهارده وانا قاعد معاك كده الكهرباء بتدخل، الصرف الصحي خلص، الغاز خلاص هيدخل، وزي ما وعدت حضراتكم قبل كده المشكله اللي بقى لها 10 12 سنه دي احنا بنهايه العام المالي ان شاء الله باذن الله تكونوا استلمتوا. تمام. بس صح أنا بلاقي ناس، انا مش بشتغل نفس الشغلات بتاعت جدي. لا انا بس بقول لحضرتك يعني الموضوع ده كان مصار بقى له 10 12 سنه بتشتغل فعلا هناك. فاحنا طبعا احنا ما بنقدرش نعمل الغلط بعد اذن سيادتك. فاحنا يعني لو ما استلمناش كلام مظبوط، الغاز هيركب، الكهرباء المحافظه شالتها واحنا شغالين في الكهرباء دلوقتي، ولو حضرتك رحت تشوف بنهايه قبل نهايه ان شاء الله العام المالي ده ان شاء الله باذن الله حضرتك تستلم طبقا للمواصفات اللي بمعنى انت بمعنى ان هم نقلين دلوقتي بشكل مؤقت وبعدين يرجعوا للمكان الاولاني، ولا خلاص هم نقلوا بشكل نهائي؟ لا في جزء نقل، لا التشغيل الكامل والاستلام النهائي قبل ان شاء الله قبل نهايه العام، يعني قبل 1 في نفس المكان بتاعهم ولا في المكان الجديد؟ في المشروع في الجديد. في الجديد. في الجديد. والقديم ليه؟ القديم ده خلاص ده املاك خلاص منتهي. تعاقد على كده. تمام يا استاذ ابراهيم. لسه بس كمان في مشكله، كيفيه التعاقد المالي مع المحافظة. اعتقد ان السيد المحافظ السابق والسيد اللواء اللي هو القائم باعمال محافظ القاهرة تماما في منحازين لصف المواطن، بيشوفوا بس صيغة قانونية للتعاقد المالي. شكرا لحضرتك. كمان معانا ام مسامح. مسامح صباح الخير. لكن المحافظة تحملت الغاز والكهرباء والصرف الصحي نيابة عن الناس اللي هتدخل في المشروع. احنا معانا تليفون ولا لا؟ ام مسامح صباح الخير. مسامح. طيب فقدنا الاتصال. فيما يخص النقطة اللي حضرتك أشرت ليها سريعا، أنه حتى العواميد الحديد اللي بيبقى فيه بينها جنازير دي الحي بيحطها وفي ناس بتسرقها. لا مش الحي اللي بيحطها، المواطن بيحطها عشان يحجز مكان لركب عربية. أوكي. فإحنا بنشيلها لأن أنا مش من ده إشغالات في الطريق. هل بيتم الإبلاغ؟ يعني أنا مثلا كساكن ولقيت أن في جاري مثلا عامل هذا التجاوز، هل أتصل بهذا الرقم أبلغ؟ بالظبط بالظبط بالظبط. وإحنا كمان في أثناء مرورنا اليوم، إحنا مرور على يعني
انا عايز اقول ايه، احنا اخر ورديه عندي لحد 12 بالليل، لان الموظف اللي هو 12 بالليل ده جاي لي الصبح الساعه 8. بيحصل اتصالات فعلا من المواطنين؟ طبعا. طيب احنا بندعو برده المشاهدين. عايز اقول لحضرتك ان احنا قايلين ان لقاء الساده المواطنين بيبقى كل يوم ثلاث من 9:30 الصبح لحد 11:30، ثم بناخد حد واثنين واربع من اربع لخمس مواطنين تاني، لكن الخميس بخليه داري علشان اشوف اقدر اجهز حاجه الناس دي للاسبوع الجاي. اهم حاجه تنظيم العمل طبعا، هو بيقابل بشويه ويا ريت يعني درجه شخصي ان حضرتك تحط دايما قدامك مدينه الجرداقه، ده يعني دايما مدينه الجرداقه تبقى هي النموذج لما بنتكلم عن مصر. لا انا عايز اقول لحضرتك في اماكن بتختلف مشاكل باختلاف المكان، يعني مشاكل المانيال غير مشاكل الجهات المناطق الاخرى. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، مثلا التشجيل، عندنا كم اشجار في مصر القديمه والمانيال ما جاش ما تهزبتش بقى لها 5-6 سنين. لما باجي اشتغل فيها بشتغل يوم الجمعه. المواطن الكريم بقى علشان اشيل عربيته يعني مأساة. يعني بشتغل ساعه ويعطلني مثلا 3-4 ساعات، عايزين بس يبقى في تعاون. انا بعمل لك، انا بشتغل لحضرتك. صح بالظبط. احنا طبعا صح. احنا بنشكر حضرتك طبعا كل الجهود دي، وان شاء الله يعني خلال الشهور اللي جايه الشغل يبدا ان شاء الله. انا بس عايز اؤكد معلومه، ان البروتوكول بتاع الاضاءه ده احنا خدنا فيه 3500 كشيف، لان الدايره كبيره. احنا ابتدينا لحد ما انا بكلم حضرتك من النهارده الفجر كان راكب 1200 كشف. ابتدينا بالاماكن الاكثر حيوي وماشيين بالتوازي. زي ايه يعني الاماكن اللي بداتوا بيها؟ اول حاجه ابتدينا بعين السيره. أيوة. وبعدين اشتغلنا في اسطبل عنتر وزهراء مصر القديمه. ويمكن لو حد يحب يدخل ويتشارك معانا. تمام. انا ما بركبش الكشاف، بس الكشاف والكابل بتاعه كان بايظ، فبعمل صيانه كمان عشان ما ركبش كشاف من اساسه يعني. بالظبط. خلي بال حضرتك ان في شوارع صغيره ما بينفعش فيها عمود نور، فبيبقى في كوابيل. ايوه. فانا مضطر ان انا اتعامل على حسب البيئه اللي حسب الواقع اللي موجود. شكرا لحضرتك، نورتنا سياده اللواء محمد مجدي حبيب. شكرا. رئيس حي مصر القديمه. شكرا. شكرا يا فندم، صباح الورد. تحياتي لكل اهلنا في مصر القديمه، ويسعدوني في اي وقت. بنحييك وهنتابع معاك برضو العمل في الفترات اللي جايه. بنشكرك يا فندم، وبنقول لمشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل عشان نرجع باخر فقره وهي الفقره الفنيه. تابعونا.